امبارح فقدنا عالم وفقيه وصاحب رأي وسطي معتدل، وهو الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، وكان عمر وعن عمر يناهز 87 عام. طبعا ربنا يرحمه ويحسن إليه، وإحنا بنعزيه وبنعزي أسرته، بنعزي أسرته وبنعزي الناس اللي بتحبه كتير جدا جدا جدا، والبقاء لله. تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني. عاماً لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ولد زقزوق بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية في 27 من ديسمبر سنة 1933 ميلادية، وحصل على الإجازة العالية الليسانس من كلية اللغة العربية بالأزهر عام 1959، ثم شهادة العالمية مع إجازة التدريس من الكلية ذاتها عام 1960 ميلادية، ونال الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ميونخ الألمانية عام 1968 ميلادية، وله العديد من المؤلفات العلمية المتنوعة في علوم الفكر والعقيدة والفلسفة الإسلامية، واختير عضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزيرا للأوقاف من عام 1996 حتى عام 2011 ميلادية، بالإضافة إلى عضوية مجلس حكماء المسلمين. رحم الله العالم الكبير الدكتور محمود حمدي زقزوق. هناك محكمة الرأي العام من المؤمنين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رحم الله الدكتور حمدي زقزوق، البقاء لله.